السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم، وهذه حلقه جديده من برنامج بخدمتكم. مشاهدينا الكرام، اليوم حلقتنا حلقه خاصه راح تكون بداره او مؤسسه تعنى بالشهداء، شهداء الذين قدموا الغالي والنفيس من اجل تربه هذا الوطن، ان كان في زمن النظام البائت او في ما بعد صدام داعش ومحاربة الأبطال ضد هذه الهجمة الشرسة اللي هي معروفة من أين أتت هذه الهجمة. ونحن لسنا بصدد المناقشة في هذا الموضوع، لكن نؤشر دائما على من يتبع هذه الهجمة ومن أسس لها ومن يدعمها. كل هذه الظروف، كل هذه الأحداث اللي أصابت العراقيين، كان لزاما على الحكومة، أولا على البرلمان ومن ثم على الحكومة، أن يشرع قانون مهم يعنى بهذه الفئة. تصدى من تصدى، وهو كرئيس مؤسسة تصدى في داخل أروقة مجلس النواب لتشريع قانون مهم هو قانون الشهداء. أخذ منحى آخر وتم العمل به في داخل المؤسسات الحكومية، تأسست مؤسسة الشهداء. اليوم نحن بصدد الحديث عن هذه المؤسسة، أهمية هذه المؤسسة، أعمالها، رغم أننا ندعم أن تكون وزارة وليست مؤسسة. وهذا المثال، هناك مؤسسات أو وزارة في إحدى دول الجوار في الجمهورية الإسلامية تعنى بالشهداء، وزارة الشهداء وليست مؤسسة، مع احترام للعنوان كمؤسسة الشهداء، لكن تحتاج إلى موازنة كبيرة، تحتاج إلى دعم ورعاية لذوي الشهداء أيضا والمصابين، وخاصة ما بعد داعش. اليوم ضيف حلقتنا الأستاذ عبد الإله النائلي، رئيس مؤسسة الشهداء. السلام عليكم أستاذ عبد الله. السلام عليكم. شكرا جزيلا للحضور. حياكم الله، شكرا لكم. الله يحفظكم. الله يديمكم. أستاذ عبد الله، خلينا بعض يمكن ما يعرف شنو هاي المؤسسة، رغم هي عمرها كبير، لكن يمكن ما يعرف آلية العمل، ما هي هاي المؤسسة؟ لمن هم المشمولين بالرعاية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا جزيلا لكم، تحية لمشاهديكم. الله يحفظكم. بالتأكيد مؤسسة الشهداء تأسست في عام 2007 وفق قانون رقم 3 لسنة 2006 الذي شرعه البرلمان العراقي، وكانت سابقا تعنى بشريحة شهداء النظام البائد الذين استشهدوا قبل 2003، وبقيت مستمرة بعملها إلى حد عام 2015 تم إضافة شهداء الإرهاب وجرح الإرهاب إلى مؤسسة الشهداء، وفي عام 2016 تم تعديل قانون مؤسسة الشهداء وتم إضافة الشهداء الحشد الشعبي، وفي عام 2020 أيضا تم إضافة شهداء الأجهزة الأمنية، الدفاع والداخلية والأمن الوطني والمخابرات وجهاز مكافحة الإرهاب. وبالتالي يعني الآن مؤسسة الشهداء هي مظلة لجميع شهداء العراق، سواء الذين استشهدوا قبل 2003 أو بعد 2003، وكذلك تعنى برعاية الجرحى والمصابين. وبالتالي صار عددها يعني حقيقة عدد كبير جدا يراجعون إلى مؤسسة الشهداء، دوائر مؤسسة الشهداء المنتشرة في جميع المحافظات، وفي بغداد أيضا عندنا 3 دوائر، دائرة الكرخ والرصافة والصدر، أعداد كبيرة لعله يوميا بالآلاف يراجعون مؤسسة الشهداء من أجل يعني يراجعون على حقوقهم المادية والمعنوية. البرلمان العراقي شرع قانون مؤسسة الشهداء، وشرع أيضا قانون ضحايا الإرهاب في عام 2009 رقم 20 سنة 2009، وعدل مرتين، مرة في عام 2015 قانون 57، ومرة في عام 2020 قانون رقم 2 سنة 2020. عدل للإيجاب؟ نعم طبعا. وبالتالي تم مساواة الشهداء من حيث الحقوق والامتيازات. جميل. سابقا كانت شوية أكو تفاوت في الحقوق والامتيازات بين شهداء النظام البائد والحشد وبين شهداء الإرهاب، فتم مساواة الحقوق جميعا من حيث الراتب التقاعدي، صار 1,200,000 دينار للعائلة الواحدة،
وكذلك الرعاية العلمية والرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية تم مساواتها جميعا. فاليوم لا يوجد فرق بين في الحقوق والامتيازات بين عوائل الشهداء. حقيقة مؤسسة الشهداء كانت تعاني منذ عام 2014 لحد هاي السنة، تعاني من أزمة مالية كبيرة جدا. سابقا كانت الأزمة المالية معروفة، ولكن حتى عندما تحسن الوضع المالي لم تنصف مؤسسة الشهداء بالموازنة. في هاي السنة بصراحة 2023 تم رصد موازنة لا بأس بها لمؤسسة الشهداء، ليس جيدة جدا وليس جيدة، ولكن نقول متوسطة قياسا بالأعوام السابقة. نستطيع من خلالها صرف بعض الامتيازات المالية المستحقة لعوائل الشهداء، سواء شهداء النظام البائد أو الحشد أو شهداء الإرهاب. فإن شاء الله تعالى مستمرين بالحقوق والامتيازات لعوائل الشهداء جميعا. جميل، أحسنتم. أنت يعني ما شاء الله أنت دخلت مباشرة بالحديث عن الموازنة أيضا. نعم. وهي الموازنة بصراحة راد لها محور. صحيح. يعني لأن العمود الفقري. نعم. لمؤسستكم. صحيح. وديمومتها هو الموازنة. صحيح. يعني احنا سمعنا قبل فترة منحتم مبلغ وتم توزيع على شكل 10 ملايين في كل وجبة. نعم. جزاكم الله خير. يعني أنا حسب ما وصلت من أحد أعضاء المؤسسة وموظف مو مدير أو فتش حتى يقول ممكن يريد ينطي تلميع المؤسسة، يقول المبلغ بالكامل تم تقسيمه على 10 مليون حتى يغطي جميع المستحقين. لا، أكبر قدر ممكن من عوائل الشهداء. أحسنت. أنا أحكي لك بالأعداد هسه. الجد العدد وش قد المبالغ هسه أقوى. نعم. وجبة أخرى أيضا. نعم. من خلال الموازنة. نعم. هذا المبلغ بصراحة يعني يقصد به شهداء الإرهاب. لأن إحنا شهداء النظام البائد يعني نوزع من 2007 قاعد نوزع، ولحد الآن استحقاقاتهم أيضا ما كاملة. يعني صار تقريبا من 2007 لحد الآن صار 18 سنة ولحد الآن استحقاقات ما كاملة شهداء النظام بس البائد. خلنا نستوقف هاي الخبر. يعني معقولة مؤسسة الشهداء بنيت لأجل ضحايا النظام البائد؟ نعم. ولحد الآن لم يستلموا. نعم. استحقاقهم بالكامل. أكثر من 45% من عوائل شهداء النظام البائد لم يستلموا حقوقهم المالية. السبب يعني هو قلة الموازنة. أعداد كبيرة جدا، احنا عندنا ما يقارب 56,000 شهيد. الله. 56,000 شهيد من شهداء النظام البائد الذين تمت المصادقة عليهم. الآن عندنا ملفات بس بعد ما مصادق عليها، نحكي على المصادقة عليها. فاللي تم تعويضهم ما يقارب 30,000 عائلة. الله. أو 35,000 عائلة يعني تحديدا يعني العدد. بس كاستحقاقات مالية بدل نقدي ومنحة عقارية وقطعة أرض، لا، هي تقريبا قلت لك 40 إلى 45% من عوائل الشهداء النظام البائد لم يستلموا حقوقهم. هاي المفروض طلعون عليكم مظاهرات يعني على الدولة. نعم. ولذلك يعني الآن المبالغ اللي تجي لمؤسسة الشهداء أيضا نوزعها بالتساوي. يعني ما نريد ننطي واحد ونحرم واحد، وبالتالي يجينا مبلغ مثلا على سبيل المثال 100 مليار نوزعها على المحافظات، نعطي مثلا البصرة 10 مليار، نعطي الناصرية مثلا 7 مليار، نعطيها كذا، وبالتالي تمنح هاي الحقوق. بس لكل الشهداء؟ لكل الشهداء، لكل الشهداء طبعا، شهداء الحشد والنظام البائد وشهداء الإرهاب لم تمنح لهم موازنة إلا في قانون الأمن الغذائي العام الماضي. نعم. سابقا ما كانت تجي أي موازنة وأي مبلغ لعوائل الشهداء. فأجى المبلغ في قانون الأمن الغذائي فقط 100 مليار دينار تم توزيعه كبدل في بغداد. لأنه بغداد بصراحة ما بيها قطع أراضي، وعندنا عدد كبير من الشهداء في بغداد. الإحصائية اللي متوفرة عندنا في مؤسسة الشهداء هو أنه يوجد في بغداد ما يقارب 110,000 شهيد من شهداء الإرهاب، سواء الشهداء المدنيين أو الشهداء الأجهزة الأمنية، يعني الدفاع والداخلية والأمن الوطني وجهاز مكافحة الإرهاب. عندنا ما يقارب 110,000. زين، المبلغ اللي إجاني 100 مليار، إذا أريد أوزع على 110,000 يعني واحد ما يلحق حتى 1,000,000 دينار. صحيح. مليون دينار ما يلحق. فلا إفراط ولا تفريط، لا نقدر نوزع 50 مليون لكل عائلة. تمام. لأن هو المبلغ 50 مليون البدل النقدي المقرر في القانون، ولا نقدر نعطي أقل. فصار القرار في عندنا في المؤسسة وأنه نعطي الدفعة الأولى من البدل النقدي سميناها اللي هي 10 ملايين دينار. هاي شملت 10,000 عائلة في بغداد. أكو شنو المعايير اللي شملت دول دول عندنا الأخرين. معايير أربعة. يعني المعيار الأول هو الذي لديه أكثر من شهيد، يعني العائلة التي لديها أكثر من شهيد هاي استلمت كل العوائل استلموا العشرة الأولى. العوائل
حسب أسبقية سنة الاستشهاد. يعني مثلا واحد مستشهد في عام 2003 2004 2005 هذا يفضل على غيره من أسبقية سنة الاستشهاد. أيضا الأمراض المزمنة يعني الأمراض السرطانية عذكم الله، وكذلك الذين العوائل التي تسكن بالتجاوز يعني بالإيجار أو التجاوز العشوائيات. فذولا تقريبا احنا غطيناهم كلهم، وبالتالي منحنا أيضا بعض العوائل الأخرى يعني المبلغ هذا الآن خلص. هو السبب بأنه لين موازنة ماكو. نعم. أما لو أكو موازنة ممكن تتوزع لكم. نعم. إحنا الدفعة الأولى هذه يعني إذا أردنا نعطيها لكل عوائل الشهداء في بغداد، شهداء الإرهاب بالمحافظات لحد الآن ما منطيهم إحنا. في بغداد عندنا 110,000، إذا أردنا نعطيهم الدفعة الأولى على 10 ملايين إيش قد يحتاج لنا؟ يحتاج لنا تريليون و100 مليار. زين إحنا نطونا فقط 100 مليار، تريليون ما نطونا. هاي معاناة مؤسسة الشهداء فيما يخص الأموال. طبعا ضغط شديد عندنا علينا من العوائل بصراحة، كلهم يردون يستلمون استحقاق، واستحقاقهم أولا وثانيا محتاجيه. يعني كثير من العوائل يعني بصراحة يجونا يراجعون إلى مؤسسة الشهداء إلى فروعنا في يعني محتاجين هذا المبلغ، وبالتالي صار تزاحم علينا في الكرخ وفي الرصافة وفي الصدر. يعني أعداد كبيرة جدا تراجع المؤسسة من أجل أنه يكملون معاملاتهم، فصار يعني زخم شديد جدا. يعني بصراحة حتى هذا الزخم أدى إلى يعني بصراحة عدم قدرة المؤسسة على استيعاب العدد الكبير، وبالتالي لجأنا إلى موضوع أنه نقسم. يعني مثلا إجراءنا الأخير هو أنه يصير 3 أيام فقط، يعني مثلا الأحد والاثنين والثلاثاء هو لشهداء الإرهاب فقط في بغداد يراجعون حتى يكملون معاملاتهم، والأربعاء والخميس لشهداء النظام البائد وشهداء الحشد. يعني في تجربة حتى شوية نقدر نستوعب الأعداد. صح. بس لحد الآن بصراحة الأعداد كبيرة جدا. جيد. الموازنة اللي الآن قررت يعني شقد راح مبالغ راح تصير للتعويض عن البدل النقدي؟ هو إحنا بصراحة الآن ننطي لكل شرائح الشهداء، شريحة شهداء النظام البائد والحشد والإرهاب، ننطي مبلغ هذا 10 مليون. ما نقدر نتجاوز. اللي استلم وجبة يستلم ثانية 10؟ لا، بالنسبة لضحايا الإرهاب لأنه استونا صرفنا الوجبة الأولى، فمن نقدر نصرف دفعة ثانية؟ لا، نصرف الدفعة الأولى لعوائل شهداء آخرين يعني. واضح. فما نقدر. يعني قلت لك عندنا 110,000. تمام. الآن المعاملات المروجة والكاملة اللي تنتظر تجي الأموال حتى نصرف لهم صكوكهم أكثر من 10,000 معامل، وبالتالي ما نقدر نصرف صراحة دفعة ثانية. وهذا أيضا من خلال منبركم نوجه النداء إلى كل عوائل شهداء الإرهاب في بغداد أنه لا يروجون دفعة ثانية، لأنه الآن ما ننطي. ليش؟ مو بخلا، لا، وإنما هاي إمكانيتنا. إحنا نقول تحقيق العدالة قدر الإمكان، نكون نحقق العدالة. العدالة اللي نتوخاها هي أنه ما ننطي عائلة 20 مليون وعندنا عشرات الآلاف من العوائل ما مستلمين العشرة الأولى ومحتاجيها. وبالتالي إحنا برنامجنا أنه في هاي السنة 23 ننطي دفعة الأولى لعوائل الشهداء الآخرين، ولعله في عام 2024 إذا تحسنت موازنتنا، وإن شاء الله تتحسن يعني من خلال مراجعة بعض الأرقام من قبل مجلس النواب ومن قبل الحكومة، إن شاء الله نسعى إلى زيادة الموازنة. إذا زيدنا الموازنة لا، نرجع لبعض العوائل، مثلا العوائل اللي عندها أكثر من شهيد. إحنا عندنا عوائل عندهم 7 شهداء. الله أكبر. هذا شلون تعطي 10 ملايين؟ لا، المفروض تعطي أكثر. هذا المفروض تعطي 50 مليون كلها بصراحة، وقليلة بحقه، قليلة حقيقة يعني. لو كل شهيد يستحق، أو كل شهيد هو، بس إحنا القصد إنه هو المبلغ 50، ولكل شهيد ثاني يعطى 50% من 50. فهيك يعني الحساب يكون واضح. بس إحنا ما عدنا. بس قلت لك نسعى إنه إذا أجتنا موازنة في عام 2024 نشوف اللي عنده العوائل اللي عندها أكثر من شهيد نحاول نمنحهم الدفعة الثانية. إذن هذه المبلغ 50 هاي قصت على السنوات المتبقية. نعم. أكيد يعني. بالضبط. صحيح. يعني الأموال الظاهر يعني الأموال قليلة للأسف يعني. نعم. قضية قطاع الأراضي بصراحة. نعم. أنا شاهدت لك أحد اللقاءات التلفزيونية. نعم. سعد عبد الله، وأنت متألم بصراحة بقضية عدم تعاون بعض المحافظين. نعم. بتسليم قطاع الأراضي، هو انثار إعلاميا، لكن أرجع أؤكد في هذا البرنامج لأن هذا استحقاق ناس
الناس تطالبك، ويمكن اعتقد الاف الاتصالات يمكن تتلقوها، وين قطعه الارض؟ هسه لا تعطيني فلوس، اعطيني قطعه الارض. احسنت، احسن الله. شلون المعالجه وشنو الاسباب عدم التعاون؟ طبعا قطعه الارض او حق السكن نريد نسميه، هذا موجود بقانون مؤسسه الشهداء وقانون ضحايا الارهاب، يعني كل شريحه الشهداء انشملوا بهذا الحق، وهو يقسم الى ثلاثه اقسام. القسم الاول قطعه ارض او وحده سكنيه، وحده سكنيه يعني الدوله تبنيها ومؤسسه الشهداء تعطيها العوائل الشهداء مجانا او بدل نقدي. انتم عندكم نسبه؟ لا ما عندنا، هو ماكو مجمعات سكنيه، لو يعني كلها اهليه. الان طلبنا 3000 شقه في بسمايه من قبل هيئه الاستثمار، وافقنا رئيس وزراء وحول الطلب الى هيئه الاستثمار، وننتظر انه تفرغ يعني الشقق حتى نستلم المبلغ. وهاي نشتريها بفلوسنا من موازنتنا. مؤسسة الشهداء تدفع إلى هيئة الاستثمار المبلغ من الشقة السكنية، يعني مو متفضل أحد علينا. يعني نشتري بفلوسنا، بالسعر الحكومي، نشتري الحكومة مثل ما يبيعون للعوائل إحنا نشتري. فإما وحدة سكنية وإما بدل نقدي وإما قطعة أرض. إحنا الوحدة السكنية ما موجودة لا ببغداد ولا بالمحافظات، يعني عندنا آلاف، عشرات الآلاف، فما تكفي وحدات سكنية. البدل النقدي حكينا هسه قبل شوية على الموازنة، والموازنة قليلة، وبالتالي ما نقدر نعطي المبلغ البدل النقدي كاملا، فنعطيه على شكل أجزاء. يبقى قطعة الأرض وهي ميسرة موجودة خصوصا في المحافظات. هسه ما نحكي على بغداد، باختبار بغداد اكتظت يعني ما بها قطع أراضي. هسه الآن توجه دولة رئيس وزراء أنه يصير توسع في العاصمة، وراح يصير تقريبا مثل ما صرحوا انه اكثر من مدينه بالاطراف، صح، وهذا شيء جيد. طبعا قطعه الارض في المحافظات متوفره، ولكن مع الاسف بعض المحافظين عندهم بخل، عندهم شح تجاه عوائل الشهداء. يعني اكو بعض المحافظين ما موزعين قطع اراضي لعوائل شهداء النظام البائد منذ عام 2007. طبعا مو هو هماتك، ما كان هو بال 2007 يعني غيره. يعني 2006 2007 توزعت قطع اراضي لعوائل الشهداء النظام البائد، وراها توقف، قام ما ينطي. محافظ اخر، محافظ كربلاء، وصلتني معلومه انه ما موزع قطع اراضي منذ عام 2019 لعوائل الشهداء جميعا في كربلاء، لا شريحه شهداء الارهاب ولا شريحه شهداء الحشد ولا شريحه شهداء النظام البائد. ليش؟ زين اكو قطع اراضي عنده لو ما عنده؟ لا عنده، موجود. كربلاء مساحته كبيره، موجود. زين حتى اذا ما موجود خلال اربع خمس سنوات ما تقدر تستحدث اماكن جديده لعوائل الشهداء؟ دول عوائل شهداء، ما حد متفضل عليهم من يعطيهم قطعه ارض. وانا تكلمت في يعني مع المحافظين، اجتماع دوله رئيس وزراء مع المحافظين، يعني تم استضافتنا في هذا الاجتماع انا والاخ رئيس مؤسسة السجناء السياسيين، وتحدثت أمام المحافظين جميعا، قلت لهم إحنا بعد 20 سنة من سقوط النظام نتحدث عن قطعة أرض لعوائل الشهداء، وهذا غبن كبير جدا. اليوم عوائل الشهداء اللي ضحوا بنفسهم سواء قبل 2003 والإعدامات والمطاردات والسجون والمقابر الجماعية والانتفاضة الشعبانية، لا ننساها، لا ننسى ذيك المآسي، وتكررت المأساة ايضا بعد 2003، اجى الارهاب والقاعده وداعش والتنظيمات الارهابيه فتكت بالعراقيين، وبالتالي خلفت هاي العشرات الالاف من عوائل الشهداء. ذولا الان لهم حق قطعه الارض، حق او حق السكن، الوحده السكنيه. نجي لبعض المحافظين يتعاملون بكل برود مع هذا الموضوع. انا اتصلت بالاخ محافظ كربلاء، قلت له اخويا قطع الاراضي وزع، ما جاوبني. دزيت له اكثر من كتاب، ما جاوبني. وبالتالي احنا ما نبقى ساكتين. الان احنا متوجهين لاقامه دعاوى قضائيه على المحافظين. الان بالتحديد محافظ كربلاء راح نقيم دعوه قضائيه عليه ان شاء الله، ومحافظ ميسان ايضا راح نقيم دعوه قضائيه عليه. هذول المحافظين الاثنين ان شاء الله راح نقيم دعاوى قضائيه عليها ونكسبها ان شاء الله 100%. ليش؟ لان القانون يقول، قانون واضح، صح. القانون ما قال تنطي قطعة أرض لمستثمر حتى يبنيها ويبيعها بالمليارات، ما قال هيك القانون. القانون قال بأنه تعطى لعائلة الشهيد قطعة أرض. زين قاعد ينطون الشرائح أخرى، يعني في محافظات ينطون الشرائح،
يعطون الموظفين وينطون لشرائح اخرى ويعطون الكذا ويعطون لعسكر، هواي يعطون قطع اراضي موجوده. هالمجامله هاي ليش على حساب عوائل الشهداء؟ زين عوائل الشهداء صحيح عندهم هدوء شويه، ما يطالبون، ما عندهم شراسه، يعني انت الا يوقف لك مثلا تظاهره، توقف لك بباب المحافظه وتسوي ضجه، يلا مثلا تقول لهم والله راح اوزع لكم، مو صحيح. زين رئيس الوزراء، زين عفوا استاذ عبد الله، انت طرحت الموضوع امام رئيس الوزراء، شنو كان ردة رئيس الوزراء؟ حقيقه مباشره وجه بنفس الاجتماع قال لهم تنطون عوائل الشهداء الاولويه في قطع الاراضي وفي انشاء المجمعات السكنيه مباشره. وبعد نهايه الاجتماع صدر كتاب مكتبه بتوقيع مدير المكتب انه وجه دوله رئيس الوزراء المحافظين باعطاء الاولويه لعوائل الشهداء بمنح قطع الاراضي، وكذلك بتخصيص مساحات لبناء مجمعات سكنيه. ممتاز. اليوم انت ما عندك قطعه ارض تنطي، ماكو مشكله، ابدا مجمع، احنا هم نقدر. انطي قول يابا هاي 200 دونم 300 دونم لمؤسسه الشهداء، تعالوا يا مؤسسه الشهداء ابنوها مجمعات سكنيه. عندكم امكانيه البناء؟ عندنا امكانيه، عندنا اليه في بناء المجمعات السكنيه، بس انطونا اراضي. كل المحافظين الان قاعد يمنحون اجازات استثماريه كمجمعات سكنيه وفي احسن الاماكن، صح، وتباع بمئات الملايين. مئات الملايين، ما اقول مئات الملايين، مئات الملايين. احنا عندنا بالديوانيه، الديوانيه هو منطقه فقيره، انطوا مجمعات سكنيه للمستثمرين، الان البيت الواحد يباع بنصف مليار، الله، 500 مليون. ياه الاولى بهاي الاراضي، عوائل الشهداء لو تنطوها للمستثمرين حتى يتاجرون بها وحتى يعني يتخمون بالمليارات، ليش؟ زين عندي سؤال بخصوص هذا اللي تفضلت به. يعني هذا المستثمر من ياخذ قطعه القاع من الدوله بلاش، راح بلاش طبعا، بلاش. اوكي جيد، متفق، الاستثمار يقول بلاش، بلاش راح يبنيها، نعم، ويبيعها الى المردود المالي. طبعا كله، كل المبلغ كله الى، يعني الدوله شنو مستفاد؟ كله الى الدوله، الدوله تدعم في سبيل تكثير المجمعات السكنيه حتى عوائل ابناء الشعب العراقي يستفادوا من عندها، بس ما يستفاد من عندها الا الاغنياء. انا حكيت والمستثمر، حكيت ويا الاخت رئيسة هيئة الاستثمار السابقة نجار، رحت زرتها مرتين، قلت لها نريد قطع أراضي لعوائل الشهداء حتى نبنيها مجمعات سكنية. فحكيت، قالت ماكو عندنا أراضي. قلت لها لا عندكم أراضي، قاعد توزعون بها المستثمرين، احتبروا مؤسسة الشهداء أحد المستثمرين، وإحنا بدل ما نبني مجمعات سكنية ما نبيعها بمليارات مثل ما يبيعوها المستثمرين، إحنا نوزعها على عوائل الشهداء مجانا، وما نريد من عندكم، بس انطونا قطع الاراضي بالنص. قالت لي قطع الارض في بغداد هاي في مساحات يعني اراضي غاليه. قلت لها شنو قصدك؟ ففهمت قصدها بانه هاي المفروض عوائل الشهداء ما يسكنون بها، هاي يسكنون بها الاغنياء. فقلت لها وجودي اني وجود اي مسؤول اليوم بالدوله هو بني على اساس دماء الشهداء، فليش نبخل بها؟ احنا بنبخل بقطعه ارض، عيب، عيب الان على المسؤول اذا عنده فعلا اراضي وما يمنح العوائل الشهداء وباسرع وقت. ليش باسرع وقت؟ احنا عندنا الاف من اباء وامهات الشهداء ماتوا، توفوا الله رحمه الله، اعمارهم كبيره، صح، يعني مثلا اللي ابنه مستشهد بالثمانين ايش قد عمره؟ معناها عمره 70 80 سنه، تمام، فتوفوا وما مستلمين قطعه الارض. هذا الوالد والدي الشهيد اذا توفوا هذا الحق بعد يروح عليهم، تمام، يعني ما تهنوا بي بالدنيا ويمتى بعد يتهنى بي. فحرام، من اقول حرام حرام. وتحدثت ثاني مع حد الاخ الشيخ عبد المهدي الكربلائي ممثل المرجعيه، تحدثت وياه في هذا الموضوع، والرجل يعني وعدنا بالمساعده، تدري يعني ما يتدخل بشكل مباشر، صح، ولكن قال هذا حق قانوني، قال هذا حق قانوني، ان شاء الله نسعى احنا نتعاون مع مؤسسه الشهداء في سبيل توفير هذا الحق القانوني لعوائل الشهداء. جزاهم الله خير. فجزاهم الله خير. وايضا الان بصراحه نوجه هذا النداء ان شاء الله اخير الى المحافظين بانه اولا يطبقون توجيه دوله رئيس وزراء، لان احنا راح نكتب لرئيس وزراء، تمام، نقول له يا رئيس وزراء اجتمعت بينا وبالمحافظين بالتاريخ الفلاني ووجهت المحافظين كلهم بانه يهتمون بعوائل الشهداء، والان محافظه البصره ما وزعت ولا قطعه ارض، من توجيهك اقصد لحد الان. محافظة ذي قار وزعت هلقد، محافظة المثنى وزعت هلقد، محافظة الديوانية ما وزعت، محافظة فلان شي ما وزع،
محافظ كربلاء ما انطي، محافظ ميسان ولا اهتم للموضوع. راح نحكي، راح نقدم تقرير كامل لدولة رئيس وزراء، وانا متيقن رئيس وزراء ما يقبل على هذا التصرف. ليش؟ لانه عوائل الشهداء من اولويات حكومته، انه تخدم عوائل الشهداء. صادق جدا. الحكومه اللي ما تخدم عوائل الشهداء لا، يعني مو حكومه. شلون تتوفق بعملها؟ ما تتوفق. فالرجل من اولوياته حقيقه رعايه عوائل الشهداء، ويوصي دائما في كل زياراته بالاهتمام بهم. بس مع الاسف الاذرع التنفيذيه اللي هم المحافظين ما قاعد يطبقون. خب واحد من عوائل الشهداء، واحد عوائل الشهداء هو الاستاذ محمد الشاعس احسن الله عليك. هذا الاجتماع صار له شقد؟ هذا صار تقريبا ثلاث اشهر. لحد الان اي كتاب ما وصلكم؟ ولا ها، احنا على اثر كتاب رئيس وزراء المحافظين، وايضا كتاب رئيس الهيئه العليا للتنسيق بين المحافظات ايضا وجه كتاب اخر، لحد الان ولا محافظه نسقت مع مؤسسه الشهداء وحصلت لا قطع اراضي ولا مجمع سكني لحد الان. فاحنا شنو راح ننقل تقرير كامل بصراحه رئيس وزراء، نقول له يا رئيس وزراء هذا، ونطالب فتح مجلس تحقيقي به. رئيس وزراء خلي حق مع المحافظين. ليش يعني ليش ما يوزعون قطع اراضي؟ ما اعرف، احدى الفضائيات سمعت واحد يقول يا بس حط له بنايات او سكن واطئ الكلفة. عيب واطئ الكلفة بالنسبه للشهداء بصراحه. هالاستصغار ليش؟ يعني من تقول له، من تروح لاستثمار توصل 200 دفتر او 300 متمم له، لا تجي او قصدي 30 دفتر و 20 دفتر للشقه الواحده، ومن توصل للشهداء يقول له واطئت الكلفه. ما نقبل بها. يعني شوي معيبه بصراحه. هذا استصغار لشان الشهيد ولشان عائله الشهيد. اليوم احنا يمتى عوائل الشهداء نحتاجهم؟ بس بالمحنه؟ بس بالشده نصيح وين يا ابناء الشعب العراقي؟ تعالوا جاهدوا حتى تصدون داعش والارهاب والقاعده. ذولا نحتاجهم؟ اذا يعني اذا تحررنا شويه واذا تنفهنا شويه ننسى عوائل الشهداء. لا، مو هيك. احنا واجبنا في مؤسسه الشهداء انه والله اي حرف مكتوب في قانون مؤسسه الشهداء انا اطلعه من عيون المسؤول. ما اتهاون في هذا الموضوع ولا اجامل. اللي عجبه يجي يتعاون، ونمدحه في الاعلام ونمدحه في كل مكان، ويكتب رئيس وزراء نقول له يا رئيس وزراء هذا المحافظ تعاون، بل كنت تطيش كتاب شكر وتقدير، ونحكي بالاعلام حتى محافظته تنتخبه وحتى تقدره وحتى تحترمه. بس المحافظ اللي ما يوزع اراضي وهو بيده، المحافظ هو المسؤول الاول عن توزيع الاراضي في المحافظه. واحد محافظ يقول والله ما عندنا، شنو ما عندك؟ اكو محافظه ما بيها اراضي؟ لا بالتاكيد ماكو محافظه ما بيها. شوف نروح المحافظات كلها مساحات تحتاج واسعة. مساحات صحراء هي صح، جر لها طريق، جر لها ماي وكهرباء، خدمات صارت بدل ما القطعه مليونين دينار تصير ب 50 مليون دينار. صحيح، وهاي لك المحافظه صعبينها انتم، هم جماليه جديده ومشاريع يد العامل بالمحافظه تشتغل، هاي بيها وراها عوائل. انا من هذا منبركم حقيقه ساشن حرب شعواء على المحافظين الذين لا يتعاونون باعطاء قطع اراضي لعوائل الشهداء. نحن ابدا ما اتوقف. احنا كذلك وراح اطالب مجلس النواب، لجنة الشهداء واللجنة القانونية ولجنة النزاهة وهاي اللجان المهمة، أطالب باستدعاء المحافظين من أجل محاسبتهم. واجب الإعلام الحر أيضا وياكم إن شاء الله يقف ويانا، ونحن وياكم واقفين. وهاي الحرب الشعواء احنا جزء منها، لكن احنا ما نستهدف شخص لعينه بصراحة كإعلام، وانت ايضا كذلك ما نستهدف شخص. اللي ما يقدم خدمة راح يكون هو بخط الصد الأول ويانا إن شاء الله. احنا نواجهه لأجل تقديم الخدمة، وخاصة هاي الشريحة، وخاصة دكتور اللي يتحدث عن عوائل اللي عندها سبع شهداء أحسنت بالبيت الواحد، هاي كارثة. احنا من نحكي شيء خاص، إذا حكينا مع المحافظين بشيء خاص، ريد قطعة أرض لأقربائنا إن كذا، هذا معيب، وخلي هم المحافظين يديننا بهذا الشيء. بس اليوم أنت من تحكي على عوائل شهداء ميسان، أنا لا عندي عشيرة بميسان ولا عندي أقرباء من عوائل الشهداء بميسان، ما عندي. أنا مسؤول عن عوائل الشهداء جميعا، عوائل شهداء النظام البائد وشهداء الحشد وشهداء الإرهاب، وكذلك شهداء الأجهزة الأمنية، الجيش والشرطة الاتحادية، نسينا تضحياتهم إحنا؟ هلا اليوم واجبنا إحنا كمسؤولين نتعاون. أنا ما عندي قطع أراضي، أنا اليوم لو الدولة تنطيني قطع أراضي في كل المحافظات
ما اطلب بعد من المحافظ انه يوزع قطع اراضي، لا، انطيني 200 دونم 300 دونم، قل لي يا مؤسسه الشهداء هاي المساحه لك، بعد ما انطيك قطع اراضي. الدور اني كمؤسسه اذا تاخرت في بنائها اصير انا المسؤول امام عوالي الشهداء. وانت المحق. القي الحجه علينا انت. صح. لا مطينا قطع اراضي حتى نبنيها مجمعات، ولا تنطون عوائل الشهداء قطع اراضي اسوه بالشرائح الاخرى اللي قاعد تنطوها. ليش هالغبن هذا؟ هذا غبن بصراحه. صدق. غبن واجحاف. فعلا. استاذ عبد الله، اكيد هاي الفروع كلها في المحافظات وفي بغداد ثلاثه دوائر. نعم. ودوائر بصراحه مهمه. نعم. انا هسه مثلا صار عندنا شهيد. واحنا معرضين للشهادة في اي وقت طبعا. صحيح. مستمرة يعني قبل ايام جو احد الشهداء الحشد من الاخوان في كتاب حزب الله في جرف النصر. صحيح. شنو الآلية نقول لهاي العائلة شلون تروج المعاملة لمؤسسة الشهداء؟ والله المعاملة الترويج سهل بصراحة. يعني كشهداء ارهاب خو لا زال الترويج مفتوح. وبإمكان أي عائلة ما مروجة معاملة تتوجه إلى المديرية المعنية في المحافظات تروج معاملة، ما نحتاج إلا شهادة وفاة وقسام شرعي وبعض المستمسكات البسيطة، يعني أوراق تحقيقية اللي تعتمد. هاي طبعا إحنا كمؤسسة معنيين بالشهداء الكسبة المدنيين. أه. بس الشهيد العسكري لا، على وزارته. واضح. يعني الشهيد اليوم ينتمي إلى وزارة الدفاع، استشهد في أحد الأماكن العسكرية. نعم. هذا وزارة الدفاع سميه شهيد ودزلنا اسمه. دزلنا اسمه حتى نثبته عندنا بقاعدة البيانات، وبعد يمنح الحقوق المالية والمعنوية. بس منكم يمنح؟ اي احنا مثلا المقعد الدراسي من ينطيه؟ احنا. مالك. درجات الإضافية احنا نخاطب وزارة التعليم حتى ينطون ابن الشهيد درجات إضافية. مقعد الدراسات العليا احنا، الحاج يمنه. الامتيازات المعنوية كلها من المؤسسة. الوزارة فقط صادق عليه باعتباره شهيد. ايش تقول هذا شهيد وهذا مصاب؟ وزارة الدفاع صادق على موظفيها وعسكرية، وزارة الداخلية ايضا، وكل مؤسسة عندهم قانونكم وفي قانونكم يمشي. نعم، كل مؤسسة. الموظفين ايضا، كل من على وزارته. احنا كمؤسسة الشهداء فقط معنيين بالشهداء الغير موظفين، نسميهم الكسبة احنا، ذولا يراجعون مديرياتنا بشكل مباشر حتى تعرض على اللجان الفرعية اللي هي برئاسة قاضي، ويتم المصادق عليه. بعد ما يتم المصادق عليه يجينا اسمه وقراره، احنا نرفعه للتقاعد كمرحله اولى حتى يستلم الراتب التقاعدي. احسنتم، جزاكم الله خير. قضيه التعيينات بصراحه عوائل الشهداء. احسنت. انا اعرف مؤسستكم هي الاغلب، ممكن الكل. نعم. هم من عوائل الشهداء. صحيح. اكو بدوائر الدوله يعني شلون تعيينهم؟ نعم. فاتحين لكم الوزارات ابوابها؟ اكو تعاون لو مثل المحافظات؟ يعني لأول سنة في هاي الموازنة 23 تثبت النسب الحقيقية للتعيين لعوائل الشهداء. طبعا هاي بفضل يعني بصراحة مو يعني مدحا، وإنما هذا إنصافا، يعني رئيس وزراء موجه بهذا الشيء إنه النسب الموجودة في قانون مؤسسة الشهداء تثبتون نفسها بالموازنة، فثبتت. فالآن ايش عندنا من نسب؟ عندنا 15% لشريحة شهداء النظام البائد والحشد سوية، لهم 15% بالتعيينات. بالتعيينات. 10% فقط لشهداء الإرهاب. 10% فقط لشهداء الإرهاب. اليوم موجودة مثلا تعيينات في وزارة الداخلية أعلنت قبل أيام. العقود. العقود. هذه وزارة الداخلية أنطت نسبة عوائل الشهداء. وشفت حقل. وشفت. كل هواي طلعت أسماء عن حقل. كل محافظة. لا حقل موجود عوائل كل محافظة. صح. الآن وزارة الدفاع أيضاً بها تعيينات. اكو نسبه ايضا لعوائل الشهداء راح يقدمون عليها، يتنافسون عليها بيناتهم. فقط عوائل الشهداء. اي فقط، يعني مثلا على سبيل المثال يعني 37,000 درجه وظيفيه اجت في وزاره الداخليه. ايش قد مثلا للشهداء؟ نريد نقول فت 6,000 درجه. ممتاز. بس عوائل الشهداء يقدمون اكثر من 6,000. 100%. يجون يتنافسون بيناتهم على هال 6,000 وهكذا. تدري تعيينات الان ماكو غير بالدفاع والداخليه. عقود التربية، عقود التربية وكذا. صح. يعني ماكو تعيينات. فلأول مرة ثبتت الآن بالموازنة النسب الحقيقية لعوائل الشهداء، وإن شاء الله ينقبلون بها. جيد. وهذا الشيء يعني طبعا نشكر الحكومة ونشكر وزارة المالية عليه. جيد. ثبتت على الموازنة ثلاثية لو فقط هاي السنة. ثلاثية. 23-24-25. ممتاز. نجي على أهم قضية بصراحة. نعم. خاصة لكبار السن اللي هم أهل الشهداء ذوي الشهداء، الحج. نعم. الحج دائما
ما يبحثون. كثير من العوائل خطيه قاعد يوصل مرحله 70 80 والبعض من توفي يعني لا رحمه الله وما راح الحج. شنو اليه وش قد عندكم مساحه من عدد الكلي للحجاج؟ الحج بصراحه تدري كان متوقف يعني في سنتين بسبب ازمه كورونا توقف، فانفتح العام الماضي بنسبه قليله جدا 15,000 يعني طبعا هم حددوا العمر طبعا وحدوا العمر. السنه يعني 23 فتحت وجت اعداد جيده للعراق. الحج حسب القانون ايضا كل نسبه احنا كل شريحه لها 5%، يعني شريحه الشهداء النظام البائد لهم 5% شريحه وحدهم. يعني ايش قد يجي مثلا للمقاعد لهيئه الحج انهم 5%. 5% لشهداء الحشد وحدهم 5% و5% لشريحه الشهداء الارهاب والجرحى يعني. فهذه احنا ايش قد تجي نسبه من هيئه الحج لمؤسسه الشهداء تنطينا اياها واحنا كمؤسسه نعلن في سبيل نمشي الاسماء. هاي السنه ان شاء الله يعني هذا في شهر العاشر راح نفتح التقديم يعني مبكر. يعني تدري بعد الحج تقريبا بعد له 8 أشهر او 9 أشهر. فراح نفتح التقديم بشكل مبكر وعندنا اولويات، الاولويه لكبار السن. جميل. الذين لم يستفيدوا سابقا. احنا بصراحه السنتين الفاتن شويه مشينا بعض العوائل اللي كانوا مستفيدين سابقا، يعني مستفيد قبل 10 سنوات واجى قدم هم كبير سن. يعني مثلا هو مستفيد في عام 2009 2010 مثلا، مستفيد منه مثلا ام الشهيد رايحه ويجينا هسه ابو الشهيد يقول انا اريد اروح، بس الام مستفاده قبل 10 سنوات. احسن السلام عليكم. فبصراحه كحاله انسانيه طلعناهم كحاله انسانيه، فصار الشهيد استفاد مرتين. واضح. مره ابوه ومره امه. وجوز بعد زوجته هم تريد تروح. 100%. احنا بصراحه هاي السنه لا راح نحصرها فقط لغير المستفيدين، وسوينا استماره ان شاء الله سيتم يعني اطلاقها خلال الاسبوع القادم ان شاء الله لعوائل الشهداء، ويكون التقديم خلال شهر واحد يقدمون استماره الكترونيه في كل المحافظات. وايضا راح يكون بها اولويات، الاولويه اللي عند اكثر من شهيد ولم يستفيد سابقا كبار السن راح نخلي لهم نسبه معينه. ايضا عندنا نسبه لشهداء الاجهزه الامنيه يعني الداخليه والدفاع وكذا، هذول العام انطيناهم ولاول مره طبعا العام ننطيهم. السنه ان شاء الله هم راح ننطيهم فد نسبه معينه، وهؤلاء تدري يعني ناس مجاهدين ويستحقون. شريحه الشهداء الحشد وحدها، شريحه الشهداء النظام البائد وحدها. فالحج ان شاء الله تعالى يعني نسوي فد آلية منصفة وعادلة وننطي أولويات. صحيح ما نقدر نستوعب كل الأعداد، يعني على سبيل المثال إحنا فتحنا التقديم في عام 2022 قدموا ما يقارب 21,000 طلب. 21,000 طلب زين، على اللي مشيناهم في عام 22 تقريبا 1800، وفي عام 23 مشينا تقريبا 4000 فصار 5000 اللي مقدمين 21,000. فيقينا ما نقدر نستوعب صعبة. ما نقدر نستوعب كل الاعداد. بس قلت لك السنه ان شاء الله راح نحصرها فقط لغير المستفيدين، فراح ان شاء الله الفرصه يعني تزود. جيد، المبالغ بالنسبه للحجاج يعني هم يدفعون الناس؟ اي هم يدفعون ومؤسسه الشهداء وفق القانون تتكفل بارجاع نصف المبلغ لشهداء النظام البائد. اها. الحشد بصراحه هم يتحملون نفقات شهداء الحشد، يعني هيئة الحشد الشعبي هي التي تتكفل بنفقات شهداء الحشد. واضح. يعني من موازنتها. واضح. فتبقى عندنا فقط شريحة الشهداء الإرهاب، شريحة الشهداء الإرهاب وفق القانون له يعني بعد اللي يطلع اسمه هو يتحمل نفقات الحج. نساعده احنا كمؤسسة بمبلغ معين، يعني مثلا مبلغ الهدي اللي ننطيه مثلا لكل عوائل الشهداء هناك في واضح. في مكة. وايضا يعني اعانات وفق صلاحيتنا احنا ننطي بعض عوائل الشهداء الارهاب اللي نشوفهم مستحقين ان شاء الله هم ننطيهم اعانه حتى تساعدهم في مصاريف الحج. احسنتم. يعني حتى سؤال اخير لان بدا الوقت ينفذ بصراحه دلوقتي. اسئله كثيره عندكم ايضا محور مهم يعني بالنسبه لرعايه العلميه، الرعايه العلميه والقبولات يعني. نعم. واحنا مقبلين على قبولات خاصه هذه الايام، فتحوا القبول المركزي ومنتظرين الدور الثاني وتطلع كليات. دور مؤسسة الشهداء في هذا الموضوع؟ عندنا تنسيق يعني مسبق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومرتبة الأمور، يعني ما عندنا مشاكل كثيرة جدا في موضوع
الرعاية العلمية عن القبول بالدراسات العليا ماشي، مقعد في كل اختصاص أو 10% أو مقعد في كل اختصاص ماشي. فصار السياق أنه مقعد في كل اختصاص لعوائل الشهداء كل شريحة. يعني على سبيل المثال إحنا نجي جامعة بغداد مثلا، قسم الجغرافيا مثلا، قسم الجغرافيا في كلية التربية جامعة بغداد، هذا به ثلاث مقاعد، مقعد لشريحة الشهداء الإرهاب، ومقعد لشريحة الشهداء الحشد، ومقعد لشريحة شهداء النظام البائد، ثلاث مقاعد. عوائل الشهداء يتنافسون على هذا المقعد بيناتهم. وإذا شغر مقعد، يعني على سبيل المثال إحنا قسم الجغرافيا في كلية التربية شغر مثلا شهداء الحشد، ما قدم عليه أحد، صح، منين يشغر؟ يدور إلى شريحة شهداء الإرهاب أو شريحة شهداء النظام البائد. بالنتيجة يعني هاي المقاعد تكون يتم إشغالها. ممتاز. فيما يتعلق بالدراسات الأولية، الدراسات الأولية أيضا نسبة 10% لعوائل الشهداء ينقبلون بالدراسات الصباحية وهاي مجانية. المسائية لا بفلوس، ولكن وزارة التعليم العالي تتحمل 50% و 50% تتحملها مؤسسة الشهداء. يعني ذو الشهداء ما يدفعون؟ ما يدفعون. بس سابقا لأنه كانت عندنا شوية أزمة مالية، تمام، فعائلة الشهيد يعني في السنوات الأخيرة اضطر أنه يدفع. وزارة التعليم العالي شوية ضغطت عليهم، صار تنسيق أيضا بيننا وبينهم، قلنا لهم إحنا كمؤسسة إحنا ندفع المبالغ، وبالتالي بعد لا تطالبون عوائل الشهداء. فالآن وزارة التعليم العالي بصراحة ترتب علي يعني علينا مبلغ ذمتنا إلها، إن شاء الله إحنا من موازنتنا راح نسدده لهم، وبالتالي تصبح دراسة ذوي الشهداء الصباحية والمسائية مجانية. قبول الدراسات العليا، يعني تعرف أكو هناك النفقة الخاصة، نعم، بمبلغ توصل بالدكتورة يعني مبلغ مبالغ كبيرة، صحيح، هم تتحملها المؤسسة؟ لا إحنا ما نتحملها، لأن وفق القانون ما نتحملها، بس نساعد بيها. ليش؟ لأن إحنا نريد نشجع ذوي الشهداء، صح، حتى يدرسون. بس شنو الطبيعة؟ ما يلحقون بصراحة. طبيعة يعني المساعدة. المقاعد الموجودة هنا في العراق ما تكفي لعوائل الشهداء. هو هسه أكو بعض الناس تحسدهم إنه شلون مقعد في كل اختصاص شلون كذا؟ أقول ما يكفي. بالنتيجة إحنا هسه مؤسسة الشهداء إذا تجي جوز تلقي لك فد 3000 موظف عندنا يدرسون خارج العراق. إيه صحيح. بس ما تكفي، لو تكفي كان درسوا بالعراق. فهم. زين؟ فإحنا نساهم بها بصراحة. يعني على سبيل المثال من يتخرج الطالب. صلاحيتنا احنا وصار عندنا تقريبا سياق العام الماضي سويناه، كرمنا خريجي الدراسات العليا يعني الماجستير والدكتوراه، كرمناهم بمبلغ 500,000 دينار لكل طالب، وممكن نساهم باكثر وفق موازنتنا. اعتقد يمكن حتى الاعداديه شفت تكون في يوم هم كرمنا اللي عندهم معدلات 90 فما فوق، صحيح، هم 90 فما فوق ايضا كرمناهم مبلغ يعني 500,000 دينار مع درع المؤسسه، وكانت مبادره بصراحه لاول مره يعني لها اثر ايجابي في رعايه عوائل الشهداء وتبنيهم حتى نشجعهم ان شاء الله دراستهم حتى يكونون صناع للمستقبل ان شاء الله تعالى. انا اتمنى يكون كل التوفيق لك على هاي حرقة القلب اللي عندك والدفاع المستميت بصراحة لهذه المؤسسة اللي أتمناها أنا شخصيا، أتمناها تصير وزارة حتى تصير موازنة مستقلة بصراحة، وأن تكون كوزارة الدفاع موازنة كوزارة، لأن هؤلاء هم من وجدونا الآن في الحياة بصراحة. مفارقة بهذا الموضوع أستاذ دكتور، إنه الآن إقليم كردستان اللي هو ثلاث محافظات عندهم وزارة الشهداء والمؤنفلين بالإقليم وزارة، إيه، فبصراحة يعني اليوم أصبحت الضرورة كبيرة جدا وملحة على فعلا أن تكون مؤسسة الشهداء بمستوى وزارة. طبعا هي الآن بدرجة وزارة، يعني الآن رئيس مؤسسة بدرجة وزير، بس لا إحنا نقول يعني حجم الشهداء وأهمية الشهداء، لا يوجد شريحة الآن أهم من شريحة الشهداء اللي قدموا نفسهم في سبيل البلد، صح، وفي سبيل أن تبقى العملية السياسية وأن تبقى الوظائف وأن تبقى كل شيء. اليوم اللي ضحوا بنفسهم يحتاج لهم مؤسسة قوية، صح، ويعني يكون كل الوزارات تدعمها. طبعا. احنا رحنا الأغلب الوزارات شيء بشيء، أذكر شوي عطلك، لا خذك، صارت الكابينة الحكومية الجديدة ورحنا هنينا بعض الوزارات وطلبنا من عندهم، طلبنا منهم دعم مؤسسة الشهداء. ما نريد دعم شخصي، لا خلف الله علي الوزير اللي أطلب من عنده شيء شخصي وينطيني، لا خلفة الله عليه، ما رايد من عندهم كل شيء. وقلت لهم ادعموا مؤسسة الشهداء. وتدري احنا عندنا وزارات اليوم وزارات سيادية،
يعني مثلا وزارة النفط، وزارة سيادية، وزارة المالية، يقدر يدعم مؤسسة الشهداء بكافة الوسائل. هاي حتى شنو؟ حتى شنو؟ حتى نكون موازنة احنا رديفة لموازنة المؤسسة. ما نريد تبقى مؤسسة الشهداء تعتمد بس على موازنة الدولة، شي جيها من الدولة تصرفها. صح. لا، تصير عندها مشاريع، تصير عندها منشآت صحية، تصير عندها جامعات، تصير عندها منشآت تعليمية، حتى شنو؟ هم ترى عوائل الشهداء بيها، وهم تدر لها موارد استثمارية تكون لإدامة عملها. أحسنتم. الأستاذ عبد الله، شكرا جزيلا لكم. رئيس مؤسسة الشهداء، شكرا لحضورك، شكرا لك، أتمنى لك التوفيق. شكرا إن شاء الله في عملكم. شكرا لقناتكم. الله يحفظكم أستاذ عبد الله، الله يحفظكم. إذن مشاهدي، في ختام حلقتنا لهذا اليوم، نشكر جميع من تعاوننا في إنجاز هذه الحلقة. تقبلوا تحيات كادر البرنامج، وأنا معدوم مقدم البرنامج حازم الحربي. ألتقيكم بإذن تعالى يوم السبت القادم في الساعة 9 مساء. في أمان الله.